اليوم راح اسوي الباستا الشهيره حقتي اللي هي الباستا مع التينك صوص مع المشروم والشكم، تمام؟ واحب احط كمان فلفل بارد. طبعا انا ترى من الاشخاص اللي ما احب اني اسلق الباستا الحال واسوي صوص الحال، احب اطبخهم كلهم مع بعض واحب استخدم بذر الكاتن لهذا الشيء، تمام؟ اول شيء راح نبدا زيت الزيتون، انا احب اطبخ زيت الزيتون. نحط الثوم، تمام، ونحط مره واحده المشروم سوا، الثوم مع المشروم. بعد ما احمص المشروم مع الثوم تقريبا لمده 5 دقائق انزل عليهم البصل، تمام، ولو يكون مقطع صغير اكثر بعد يكون افضل. حطيت الدجاج، وبعد ما حطيت الدجاج حطيت البهارات. انتم تحطون البهارات اللي انتم تحبونها، انا حطيت البهارات البحرينيه، حطيت البهارات الايطاليه، شويه ملح، ماجي، وبعدها حطيت الصوص. طبعا بقول لكم الصوص عباره عن توميتو بيست، كريمة طبخ، تمام، وبرضو عندكم الأفضل صوصز اللي هي ملعقة من المايونيز، ملعقة من الجبن السائل، عاد انتم اختاروا، وحطيت ملعقة من المايونيز اللي يكون فيه فلفل شوي اللي هو اسمه بيري بيري مايونيز، وخليه عاد يطبخ. وحطيت الباستا وبسكر عليه الحين.